طلاب، أول ما نبدأ شغلنا راح نسوي الريكورد، راح نحدد الديزاين اللي راح نشتغله على الكاست اللي عندنا. هسه أول ما نبدأ عندنا، أنا هنا رسمت لكم إياه، منا عندنا اللينجوال فرينو، نبدأ نجر خط من عندها عدل، نبتعد عن السالكاست 2 ملم. ليش نبتعد عن السالكاست؟ ليموفبل. ها؟ على مود؟ ليأذي السوفت تيشو مال البيشن أثناء الماستيكيشن يندفع ال دنتشر من بيشن ماوث. زين، وصلنا لمنطقة السدل اريا، هذه لازم نسوي لها كلها نمدها للنهاية حتى تعطينا ريتينشن، نمدها للنهاية حتى تعطينا ريتينشن. منا ننزله من نهاية السن، انتبهوا طلاب هواي يغلطون يجون منزليها من هنا. زين، احنا ننزله من نهاية التوث اللي ابوتمنت، هذه المنطقة تصير راوند، اي حافة بالريكورد كلها تصير راوند. خلصنا هذه الجهة البوكال واللينجوال، هسه نيجي على الجهة الثانية نفس الحالة، هم نمدها بحيث تبعد عن السالكاس 2 ملم حتى نعطي مجال للدنتشر يستقر بالبيشن ماوث. هنا لبداية التوث، هنا للأبوتمنت هذا للبداية التوث. راح نجي عندنا جهة البوكال، جهة البوكال من نهاية التوث للأبوتمنت، هذه الجهة تكون راوند، ماكو أي زاوية أنجل. عندي هنا فرينم، انتبهوا عليها، راح شنو سوي لها مجال حتى نفتحها، لأن هذه إذا ظلت عدلة مسويها بالريكورد راح تضغط على السوفت تيشو مال البيشن وتجرحها، بعدين راح يمل للبيشن من الدنتشر ويذبه. هسه هنا ما ننزله لهاي المنطقة العميقة لأنه عدي هنا أبوتمنت بالنهاية، مو مثل هاي سد الأريا. زين، شوفوا شلون نزلته حتى يحتاج ريتينشن، هنا لا، اكو عندي توث يعطي هو الريتينشن، انزله منين؟ من بداية التوث، اما هذا السن لا، من نهاية التوث كلها اسويها راوند. اكو طلاب عندنا التريمينج ما مسويه حواف هذه راوند، فهسه لازم يتعبون عليها يشتغلوها، تمام؟ كلها لان هاي لازم تصير راوند. هسه كملنا الريكورد، نجي على الريسبروكال ارم، مو انتم اللي جبتكم اياها بالامتحان؟ مو جروب البي؟ زين، هذه الريسبروكال ارم هسه هنا حنسويها، قلنا لحد لما خططناها بالسيرفي هاي حتكون الواكس حيوصل لهنا عندنا. العفو، هذا الريسبروكال ارم لهنا، اذن هذا يمتد حتى يحقق الريسبروكال ارم، هذا اللي هنا الديزاين، هذا خطا. زين، هسه عندنا بعد عندنا هذولي، هذا الريكورد كله راح يوصل لهنا لحد خط السيرفي مال السنجلم، تقريبا هو قاعد على السنجلم، طوخها حتى تكون لنا قايد بشغلنا، من نخلي الشيت واكس يبين اللي عنده فاتح خط السيرفي يطوخه على خط السيرفي، مو هو يقعد يخطط، خط السيرفي يطوخه. زين، هسه سوينا الديزاين، اول ما نبلش لازم نضبط الديزاين وبعدين نسوي سوفتنينج للواكس. هسه عندي هذه الشيت واكس، يعني هذا الارض مالته يكفي، احنا ما راح ناخذه كله، فاقطع من عنده تقريبا نص، اقول هذا مال من هذا التون، يلا عندي نوع ماما. راح يلين جسمه تجيبه بالبيضة.